أنت أمام الله يا سيدي معتمدي، يا سيدي معتمدي، يا إمام الرؤوس، يا حبيبي يا حبيبي، أنت أمام الله يا سيدي معتمدي، يا سيدي معتمدي، يا إمام الرسل، يا حبيبي يا حبيبي، أنت أمام الله يا سيدي معتمدي، يا سيدي ما تمهدني. أهلا بمولدك البشائر، وإليك أخلصت الدوائر. أهلا بمولدك البشائر، وإليك أخلصت الضمائر. يا خير خلق الله، يا من يا خير خلق الله، يا من يا خير خلق الله، حبه في الجفن ساهر، أنت الذي أهدى العبادة، أنت الذي أهدى العبادة، بما يقول بما يقول وما يجاهر، أنت الذي أهدى العباد، أنت الذي أهدى العباد، بما يقول وما يجاهر. باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء، طوق النجاة هو الحياة والمنتهى. باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء، طوق النجاة هو الحياة والمنتهى. وبدرتك يا خالق الليل والنهار، تقبل دعاء قلبي كل مناه رضاك. وبدرتك يا خالق الليل والنهار، تقبل دعاء قلبي كل مناه رضاك. دي كانت حالة دينية كده، بس انا مش عايز افوت فرصة ان عرفت ان انت حافظ القرآن كله. لا مش القرآن كله، يعني حافظ فيه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طب عايز اسمع منك قرآن، بتعرف تجود ترتل؟ اكيد، يعني كان دراستي في الصغر يعني كتير بجد، وانا بفتخر فيها كتير بجد. طيب ممكن نسمع ايات من الذكر الحكيم في صوتك؟ اكيد. اتفضل. في الجلسة دي؟ نعم في الجلسة دي. أوكي. القرآن يعلو الحمد لله، ده فضل كبير من رب سبحانه وتعالى. نعم. عايزين البركة بس. أكيد، هو القرآن كلنا ضروري، هلأ داخلين في شعبان يعني. نعم في شعبان، شعبان رمضان باقي أيام. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. طيب نرجع تاني ونقول الو، اشوفكم تعرفوا الصوت ده ولا لا. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ سيد. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ ازيك انتي؟ انا مش هقول انتي مين، انا هسيبهم يعرفوكي ولا لا. يا جماعه عارفيني ولا نسيتوني؟ شهد. 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 ازيك يا شهد؟ ازاي حضرتك يا استاذ خيري؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، كنت منوره اكس فاكتور، وكنتوا عاملين انتوا فرقتك اداء جيد ورائع. ميرسي جدا، ده مزوق حضرتك. بس انا حبيت اقول لادهم وابراهيم وريفي، نورتوا مصر. احنا النهارده كنت انا وميشو معاهم قضيت يوم معاهم، واحب اقول كمان ان هم بقوا انه اكتر من اخواتنا، يعني طبعا 3 شهور قضيناهم مع بعض، كل يوم في وش بعض، تمرينات، فطرانين، متغدين، متعشين مع بعض، كل حاجه. كوب الخيانه، كوب الخيانه، اوعى تنسي. والبرايفت جوكس اللي ما بيننا يا ابراهيم. اللي ما بيننا يا ابراهيم. فاكره؟ ايه كوب الخيانه؟ كوب الخيانه، انا بدي درس في الخيانه عشان تتعلم في الحياه. لا، ابراهيم عنده وجهه نظر معينه في الموضوع ده، وكان ارجيومنت ما بيننا وما بين كل المتسابقين. طب ما تقول انت يا ابراهيم ايه كان الارجيومنت النظريه؟ لا، ممكن الناس هتكرهني دلوقتي، فقلت لها ان احنا الرجاله لما بنحب ست لازم نخونها عشان نعرف قيمتها، نرجع لها تاني بحب كده. فهي اتاثرت بالكلام، ولا صح، وهي وسلوى وايمان وكلنا عملت لهم الفيروس ده في الباص، فكله بعد فترة قالوا لي خلاص سموني كوب الخيانة. كوب الخيانة. شهد بشكرك جدا، وان شاء الله تكونوا ضيوفنا انتوا فرقتك في يوم من الايام. ان شاء الله باذن الله. صابرين من القاهرة، اهلا وسهلا. صابرين،
الخير استاذ خالد. مساء الخير عليكي، اهلا وسهلا. انا سعيده جدا والله ان انا اول مره اعمل مداخله، ربنا يحميك ويحفظك. ربنا يخليكي، اتفضلي. عايزه تقولي ايه لضيوفنا؟ انا بصراحة يعني بقول لهم نورتوا مصر، ومصر دي امكم وام الدنيا كلها. اكيد الله يبارك فيك يا ادهم، انت حبيب قلبي. تسلمي. ربنا يحميك ويحفظك يا حبيبي، وسلامي لرزيقي ولابراهيم. بشكرك جدا يا صابرين. دينا من الاسماعيليه، اهلا وسهلا. اهلا الينا. الينا اهلا. الينا اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. اول طبعا ارحب بكل ضيوفك، نورت مصر طبعا. كلمتي الاولى لحضرتك يا استاذ سعيد، حضرتك عمرك ما كنت بتقدم اعلام ضال ولا اعلام حاجه، حضرتك فوق الكل. ربنا يخليك. حضرتك اعلامي ممتاز. ربنا يكرمك. واحنا بنحبك جدا، وده كفايه عليا بالدنيا. احنا بنحبك جدا، انت اكثر من رائع. ربنا يخليك. وكلمتي بقى لحبيب قلبي الريفي، بموت فيه. الله، وبجد انت بركان زي ما حسين الجسمي قال، انت اكثر من بركان. الله يبارك فيك. ربنا يحميك، وان شاء الله نستنى البومك ان شاء الله. طبعا ابراهيم وادهم، انتوا نورتوا ونورتوا مصر طبعا. نور بيكم، نور بيكم مصر. وسلامي الكل طبعا. بشكرك يا إلينا جدا. الله يبارك. استاذ احمد من القاهره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. اولا تحياتي ليك استاذ خيري، وتحياتي لكل العاملين في البرنامج على هذه، واشكركم على هذه المفاجاه، المفاجاه كانت سعيده. طبعا انا ليبي مقيم هنا في القاهره. اولا نقول يعني كلهم ممكن قالوا منورين، فانا نزيد عليهم ونقول منورين بزياده. وتحياتي وتشجيعي الكبير اكيد للعندليب الهادي الاسمر اللي شرف الفن الليبي. نحن شرف لينا ان يكون ابراهيم كان ادى اداء رائع يعني بامانه، والحمد لله نقوله وصل لمرحله اللي هي ان احنا نتمناها له، وحيكون التشجيع اكيد متواصل له في ليبيا وان شاء الله في كل العالم العربي. طبعا تحياتي ايضا للبركان محمد الريفي، وتحياتي للرائع ادهم، يعني هم الامير في نفس المستوى. فان شاء الله نحن نتمنى لهم المستقبل، يعني حيكون اداء جديد وحيكونوا نجوم جديده في عالم الفن ان شاء الله، الفن العربي بالكامل. وانا متفائل جدا بابراهيم، نقول له تحياتي لك، ونحن دعمناك. شكرا. سواء كان في ليبيين داخل مصر او خارج مصر حبيبي، طول ايام المسابقه وكنا ندعم فيك باستمرار حتى مع مشكله الاتصالات، لكن نحن حنكون متواصلين ان شاء الله معك باذن الله. اشكرك جدا استاذ احمد. ندى من القاهره، اهلا وسهلا. اهلا. الو. اهلا. ايوه احنا معاكي. ممكن اكلم ادهم؟ كلمي ادهم. الو، قول الو يا ادهم. الو. ايوه انا معجبه جدا بصوتك، وانا بعشق ضحكتك، بموت فيك بجد. شكرا لك. واحنا ليه بنقول بموت فيك؟ ليه مش بنقول بنعيش؟ يعني ليه بنموت؟ يعني ليه لما حد يحب حد او معجب بيه يقول له بموت فيك؟ طب ما يعيش احسن. بشكرك يا ندى. شيرين الاسماعيليه، شيرين. طيب اخد رنا من الغربيه. الو. الو. ايوه اهلا وسهلا. ايوه اقفلي صوت التلفزيون يا رنا. حاضر. ايه ده انت مطيعه قوي. حاضر كده من اول مره. طب خدي وقتك. اتفضلي يا رنا. انا اول مره كنت اتصل واعمل مداخله تلفزيونيه، بس انا كنت عايزه اقول يعني انتوا بجد ناس تصرفوا، مبسوطه ان انا كلمتكم. كنت بس عايزه اكلم ادهم. يا اهلين. الو. ايوه رنا. الو. ايوه ادهم، بجد انت صوتك رائع، بحبك قوي قوي، وانت من الناس اللي كانت تستحق ان انت تبقى نجم اكس فاكتور. تسلم. هو نجم برضه، احنا معانا ثلاث نجوم. الحمد لله. بس عندنا اكس فاكتور هو الريفي. اكيد. ودول نجوم هتشوفيهم في المستقبل حاجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا رنا. اخر تليفون في الفقره دي شيرين من الاسكندريه. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. انا الاول حابه اشكر حضرتك على البرنامج بتاعك، حضرتك اعلامي رائع. ربنا يخلي حضرتك.
وحضرتك ليك كتب، ده اغلب الناس ما يعرفوش ان حضرتك ليك كتب. ليك انا عندي 8 كتب. ايوه كتير. صحيح. حبيت ارحب باكس فاكتور محمد ريفي، وحبيت ارحب ادهم وابراهيم واقول لهم نورتوا مصر. نور بيك في مصر. الله يخليك. عندي بس كومنت للريفي ممكن؟ عايزه ايه؟ عندي كومنت. عندك تعليق؟ اتفضلي. ايوه. محمد، اولا نورت مصر الحمد لله على السلامه. الله يبارك. واحب احييك واقول لك مبروك على لقب اكس فاكتور. بس انا بشوف يعني هو ده رايي شخصي ان اسلوبك فيه شويه اوفر، وانت 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 بتغني حاسه ان انت طالع عرب كتير، حاسس ان انت طالع عن الـ عن الـ عن التون بتاعت الاغنيه. طيب دي كانت ملاحظات في لجنه التحكيم، ومع الوقت بداوا يشوفوا ان ده جزء اصيل في شخصيته، جزء في طبيعته. هو ده اللي مخليه مميز. هو ده اللي مخليه مميز. صحيح. ادهم وابراهيم بصراحه انتوا الاثنين اكس فاكتور، ونحب نشوفكم ونحب نعرف اخباركم على طول، ويا ريت يكون لكم حفلات في مصر وتعلنوا عنها. هتشوفيهم. انا جاي لي طلبات كتير عايزه تعمل لهم انتاج، والناس فرحانه بيكم. بشكرك جدا استاذه شيرين من الاسكندريه. قبل ما اطلع فاصل هطلع باغنيه مش هكسر القاعده. من مين؟ من مين؟ من مين؟ ملك مخضوض كده. من مين؟ من مين فينا؟ ابراهيم. ابراهيم. غنوا ليبي؟ لا انا هترجع بليبي، يعني خلي الليبي ختام المسك خلاص. ايوه. اوكي تمام. خلينا اطلع بيها مسافر وحدك. ايه رايك بقى؟ مسافر وحدك. مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغل وداني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. كفاية قلبي أنا مسلم، دع عليا دموعها دموعها بتتكلم، دع عليا دموعها دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك